سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. السوري قلبه على السوري، مشان هيك كتير من السوريين اهتموا ينقلوا للعالم قصص السوريين ويلفوا النظر لقضاياهم ومعاناتهم. وبالكم سنة الأخيرة انتشرت وبشكل كبير صفحات ومجموعات مغلقة ومفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيره، أنشأوها سوريين منتشرين بمختلف أنحاء العالم وعلى مختلف الأصعدة والمجالات، يا أما لمساعدة اللاجئين الجدد للتعرف على قوانين البلد المضيف، أو صفحات مختصة بالأكل السوري أو بالفن أو بالأخبار السورية، حتى صار في صفحات ومجموعات مختصة بالنكت السورية. أما صفحة أنا سوري أنا أريد فهي صفحة مختصة بنقل صوت السوريين للعالم من خلال فتح المجال إلهم لمشاركة قصص وأمنيات. بلشت الفكرة بشهر آب الماضي، وتم إطلاق حملة مناصرة لجميع السوريين تحت عنوان أنا سوري أنا أريد، هدفها تسليط الضوء على السوريين المنتشرين بالعالم وفتح المجال قدامهم لمشاركة قصصهم وأمنياتهم ورؤيتهم للمستقبل. ومع مرور الوقت أخذت المبادرة منحة تاني، بعد ما جمعت الصفحة خلال وقت قصير نسبياً أكثر من حوالي 1300 معجب ومتابع لها الصفحة. بهالعدد هاد ونسبة المشاركات العالية صارت الصفحة أشبه بمنبر إعلامي لبعض معجبين ومتابعين الصفحة والمقتنعين بالفكرة. وبحسب ما صرح وليد لراديو سوريالي، وهو طبعا واحد من الأدمنز للصفحة، إنه الغرض من نشر قصص السوريين هو محاولة إيصال صوت السوريين العاديين اللي ما لهم صوت بالمنابر الإعلامية. وعن هدفهم من هالصفحة قال وليد إنه الهدف تشجيع السوريين على مشاركة قصص معاناتهم ألم أمل مع بعضهم البعض. قدرت الصفحة لحد هلأ تنشر أكثر من 100 قصة من مختلف المناطق السورية لمجموعة من السوريين منتشرين بالعالم من رجال ونساء وأطفال ومن أعمار مختلفة. عم تسعى الصفحة حاليا للوصول لأكبر عدد ممكن من السوريين، وأكيد أنتوا بدوركم فيكن تتابعوا الصفحة وتبعتوا قصصكم لحتى تنشر وتوصل للناس. الرابط بتلاقوه بوصف الحلقة. خلوني هلأ أحكي لكم حكاية سورية صغيرة من صفحة أنا سوري أنا أريد. أنا عبد الله من تدمر، كنت معتقل عند النظام بسبب مطالبتي بالحرية. حاليا أنا خارج سوريا بعد ما لحقتني الدولة الإسلامية بتهمة الردة بعد إصراري على المطالبة بالحرية. بدي الحرية لبلدي ولأبناء بلدي من كل أشكال الاستبداد السياسي والديني. أنا سوري أنا أريد. أنا داود الزعبي من بلدة الطيبة بريف درعا. أنا بالغربة من حوالي 17 سنة بسبب الظلم الموجود بسوريا. حالياً صار عندي 4 أولاد كلهم مواليد الغربة. بدي شم ريحة تراب بلدي وترجع سوريا أحلى من الأول. أنا سوري أنا أريد. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.